الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسنا اليوم هو الدرس 6 ويتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن الرباط في سبيل الله. وش معنات الرباط في سبيل الله؟ وهو حراسة أو المرابطة في الحدود أو الإقامة لمراقبة العدو في الحدود والثغور وحراسة البلاد والعباد. نقرأ التمهيد: الرباط في سبيل الله من أعظم القربات وأعلى الطاعات، والمرابط هو كل من حرس حدود البلاد وثغورها التي يخشى عليها من العدو والسلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمة، عرفوا هذا الفضل وتنافسوا فيه. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف لعله ألا يرجع إلى أهله. وقد ورد في فضل المرابطة والحراسة في سبيل الله حديث كثيرة كما في الحديث الآتي. طيب، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. إيش معنى هذا الحديث؟ الرباط زي ما قلنا لكم في معاني الكلمات هو الإقامة لمراقبة العدو في الحدود والثغور وحراسة البلاد والعباد، كما ما يقوم به الجنود البواسل في الحد الجنوبي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيهم العافية ويرجعهم سالمين غانمين إلى أهلهم. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل. إيش معنى فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل؟ يعني لو كان مرابط في هذا اليوم للدفاع عن هذه البلد المملكة العربية السعودية والدفاع عن الحرمين الشريفين ومات في هذا اليوم، طيب إيش جزاؤه؟ جزاؤه ماذا؟ الميت لما يموت يختم عمله، خلاص العمل الذي عمله يختم، ولكن هذا المرابط يبقى عمله ساريا حتى بعد مماته، وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. إيش معنات الفتان؟ معنات الفتان المنكر والنكير، أمنهما في قبره، أمنهما في قبره. إذن جزاء هذا المرابط عظيم عند الله سبحانه وتعالى، جزاء هذا المرابط عظيم عند الله سبحانه وتعالى بأنه قال فيها رسول صلى الله عليه وسلم: خير من صيام شهر وقيامه، وأيضا إن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه وأمن ماذا؟ الفتان، كما هو مذكور الفتان هما المنكر أو الملكان منكر ونكير. الرباط في سبيل الله يا شباب من الأعمال العظيمة في الإسلام للدفاع عن المملكة وعن الحرمين الشريفين وحفاظا على أرواح المواطنين والمقيمين وحراستهم. فالرباط في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود، فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. أيضا يا شباب، الرباط من الأعمال المستمرة وهو التي يبقى ثوابها بعد الموت، فالميت يختم له عمله إلا المرابط في سبيل الله فعمله مستمر حتى بعد مماته. والمرابط يؤمن من الفتان في قبره، وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه الصالح الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان، وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع الأكبر. إذن الرباط في سبيل الله له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي جنودنا على الحدود وأن يردهم سالمين غانمين إلى هذا البلد الكريم.